نختم بالعسل ده عشان اعرف اقعد مع الضيف اللي انا حنطه. اتفضل يا سير. انت حاليا تقول مع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مولانا. ورحمه الله وبركاته. انا شايف الوقود مالك خلص، قلت لازم اجي انا والجسمون اعطيك وقود. طبعا انا دائما اعمل بخلفيه الهاتف مثل ما يقولون. شيخنا الحبيب، انا ارجو ان تعذرهم الله يجزاه خير، لان انت قاعد تتكلم الان في موسم التكاثر. ايوه، فموسم التكاثر هذا يسبب ارتفاع بالادريانيل، وتعرف الضغط النفسي والهذي. فلما يشوف هذا اخته رايحه تتكاثر، والوالده ايضا يشوفها ما يقدر يحاكي لا الوالده ولا الاخت، رايحه تتكاثر، فتلاقيهم يضغطون عليك، يضغطون عليك. اما بالنسبه للاخ اللي يقول الله يجزاه خير، يقول احنا ما عندنا هذه، وعندنا الشرف الخصومه. والله العظيم ما شفت لي شيعي عنده شرف الخصومه، ابدا ما عنده شرف الخصومه، لا معمم ولا اصغر واحد. والناس اللي هداهم الله هذولا اتركهم على جنب. اما هذا الشخص اللي قال لك ان احنا ايضا انتم تسبون وتلعنون واكو سنه تشيعوا، ممكن يجيب لي واحد بس من هذول السنه اللي تشيعوا يقنعني بدليل واحد لماذا تشيع؟ اساله انت كشيعي، قل له ليش تشيعت؟ انا البارح دخل وياي واحد قال انا اريد اصير سني. قلت له ليش تريد تصير سني؟ اثبت لي ليش تريد تصير سني؟ قال بس انا بعض الاشكالات واقفه في طريقي. قلت له ممتاز، ما هي الاشكالات، تاريخيه ام عقائديه؟ قال لا تاريخيه. قلت له اترك التاريخيه على جنب وحدثني ليش انت تريد تصير سني؟ قال لي هسه انا ما اريد احد. قلت له لا، ما اريد اسمع، كل الناس تريد تهتدي، كل الناس تريد تسمع حتى السنه. صار يلف ويدور ويلف ويدور وما حدثني عن سبب واحد بس اقنعني ان ليش يريد تصير سني. قمت وشته في سله الزباله. شيخنا وليد، انت على منبر، اللي اطلب منك انك تتذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير منك ومني ومن كل الناس اجمعين سب وشتم واوذي في سبيل كلمه لا اله الا الله. نعم. نحن والله العظيم يشهد الله كل هذا الجمهور المحب لك الآن اللي قاعد يشوفك على البث، قاعد يتابعك وينشر مقاطعك على تيك توك، وينشر مقاطعك بفيس، وينشر مقاطعك في كل مكان، يشهد الله إن نحبك بالله فردا فردا. الله. دخلت الله. وغزوت قلوبنا وتربعت فيها الله، لا شك في ذلك. أما بخصوص أولاد المتمتعة في موسم التكاثر هذا، فلا تلوم، عند الأدريالين مرتفع جدا جدا جدا، فهو يشوف الرضيعة رايحة تتمتع، ويشوف الوالدة، ويشوف المصايب قدام عينه. وأنا الآن أبشركم بشرى سارة أخواني المتابعين، الآن سينزل أول فيديو في قناتي الجديدة، وإن شاء الله إن شاء الله ما راح أقطع عنكم الفيديوهات، وعندي 3450 فيديو راح أفصلهن واحد واحد، وأطلع أولاد المتمتعة، وأطلع سبب طعنهم بالأعراض، وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بإذن الله. ادعوا لي إن الله عز وجل يعيني. اللهم واستمر يا شيخ وليد، وكنا من محبينك وداعمينك، يشهد الله أننا نحبك الله. أحبك الله يا سير، ربنا يبارك فيك. الله يعزك يا سير، ربنا يبارك فيك. يا ريت يا أخواننا نحط لنا رابط الأخ أسير الجديد، ربنا يبارك فيكم. الله يكرمك يا سير، جزاك الله خير. حطوا لنا رابط الاخ اسير يا اخوانا، عندنا 4300 في البث دلوقتي، يا ريت كله يشترك في قناه الاخ اسير، ربنا يبارك فيكم. جزاك الله خيرا.